شوف اللي كتب في السوشيال ميديا والمواقع ونقارن باللي كتب بالاخبار والمعلومات اللي عنده استاذ عبد الحكيم، عشان هنشوف اخبار فيها تفاصيل غريبه شويه. نبدا مع بعض ونروح لحساب الوطن سبورت ونركز مع بعض ونشوف العناوين النهارده اللي نزلت مكتوب فيها ايه. الوطن سبورت بيقول لك ترشيح 13 لاعب لقائمه صفقات الاهلي في الميركاتو الشتوي، منهم 6 اجانب. تعليقك؟ 6 اجانب. هو الاهلي ما عندوش غير مكان، مظبوط، ممكن انت بتتحرك ان انت تشوف سكه تجيبها مكان تاني، ده اللي انا اعرفه حسب معلوماتي كصحفي، لكن 13 لاعب ده رقم كبير جدا، يعني رقم، بص ممكن يبقى ترشيحات، لكن اللي هيتعرض على مارسيل كولر مستحيل يتعرض الرقم ده. خد بالك في اسامي منهم اتعرضت على كولر مرتين ثلاثه قبل كده. ما هو الدايره، خد بالك يا استاذ محمد، انت برضه هنا لازم بتحط شكل معين ان انت التارجت بتاعك ايه، والاسماء اللي هتكلم عليها والباكج بتاعك قد ايه. يا جماعه احنا لازم نشتغل، انت بتتحرك هنا في 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 كره مصريه، مهما جبت او مهما عملت التارجت بتاعك دي، عمرك ما تروح تجيب لاعب مثلا زي ما الكلام اللي اتقال من يومين ثلاثه على مصطفى محمد. لا ده كانت مصطفى محمد مهاجم ممتاز جدا، مهاجم منتخب الوطني، سعره دلوقتي 7 مليون يورو، وبعد كده مرتبط بعقد معناه انت لحد 2027، والرقم ده تم ادفع فيه اجيب تريزيجيه مثلا. يعني ده بالعكس، ده تريزيجيه تجيبه اقل من كده برضه، حتى تريزيجيه نفسه، تريزيجيه ان انت ما كانش الامور تبقى اقل عمرك ما تقدر تجيبه، عشان بس الناس مش قصه تضحي، قصه النادي الاهلي القيم الماليه دي كبيره جدا على اي ميزانيه. تاخد بالك استاذ محمد، انت بتتكلم دلوقتي النادي الاهلي ميزانيته قد ايه بسبب الدولار، بسبب الدولار بس، فرق شاسع فعلا، فرق شاسع جدا، اكيد اكيد، فالنادي بيعاني. طيب تعالى مع بعض برضو نشوف حساب اليوم السابع، وحساب اليوم السابع على منصه اكس نقل تصريحات لوالد اشرف داري، واتكلم في تفاصيل مهمه جدا اكيد. حلو قوي الموضوع ده، انا عايز اعقب، كنت عايز اعقب اللي فكرتني. طيب والد اشرف داري قال نجلي لا يعاني من اصابه مزمنه وسيعود للاهلي بعد 15 يوم، هي تفاصيل مش بعيده عننا، ولكن انت عايز تعلق في اي جانب؟ اولا اشرف داري هي مش اصابه مزمنه فعلا، هو يعني ممكن تقول حاجه معينه اتكررت لكن مش اصابه مزمنه، وسيعود خلال 15 يوم هيرجع قبل كده ان شاء الله باذن الله، يعني خلال 10 ايام هيبقى مشاركه تدريجيه، هيتعمل له اشعه خلال ايام حسب ما عرفت. انت مش عارف، انا كنت اتفرجت، انت قلت الموضوع ده، قلت الخبر ده فعلا في البدايه مظبوط، لكن انا عايز اتكلم في نقطه، انا اتمنى من نصيحه دي مش بعيد عن الخبر، اتمنى من ولد اشرف داري، احنا الاعلام عندنا مش طيب ومش كيوت، يعني مش كله حسن النيه. تتوقع ان البعض ممكن لسه يعني بيجيب الراجل بحيث يبقى فيه بعد طبعا كده ممكن تفاصيل ثانيه، ممكن في ناس تستدرجه لامور توقعه في مشكله. انا اتمنى، تمني ان يبعد شويه عن حته الاعلام، الاعلام في مصر مش طيب خالص، مش طيب خالص، انا بقول لك بالامانه، في ناس بالصافيه يعني، في ناس مترصده. لا بص اقول لك حاجه، بدون ذكر اسماء، هو اكيد بدون ذكر اسماء، كلنا فرحنا جدا بالتصالح اللي حصل ما بين الشحات والشيب، مظبوط. انت لما تطلع وتقول لي اصل انا رحت سالت الموقف بتاع خالد عبد الفتاح، ان انا رحت اسال هل انت ممكن ما تتصالحوش وتضغطوا على، انت يعني ده اعلام، انت شايف كده اعلام كويس، عايز توصل ليه يعني؟ انت موضوعه خلص. وخد بالك الموضوع ده يمس، يعني هي مش قصه، هي طبعا ده راجل مغربي بيلعب في الدوري المصري، احنا ما صدقنا الموضوع اتلم من الاخر يعني. يعني مش عشان كان الشحات، احنا كلنا اعترفنا بالشحات، بس ايه الهدف من انت رايح تسال مصدر تقول له الكلمتين دول؟ وعلاقه قصه واحد دي بالموضوع ده اصلا، ده قصه ودي قصه تانية. يعني هو تعقيبا على الموضوع ده راح سال مصدر تاني، في سال حد في بيراميدز بيقول له هل ممكن مقابل اللي حصل مع خالد عبد الفتاح ان انتوا ترجعوا فكره التصالح، ترجعوا تضغطوا على الشحات؟ طب ايه جمله فؤاد الاعلام؟ فانت متخيل مثلا والد اشرف داري لو الراجل خد بالك هو الراجل طيب جدا، ده عقليه فاضيه قوي، قاعده بتكتك وبتخطط لفكره حل. مصدر قال والخناقه دي ترجع والد اشرف داري يا استاذ محمد، لو انت بتشوف امبارح الراجل بيتكلم بتلقائيه يقول لك الشعب المصري طيب وانا عشت وبتاع، اللي هو بيتكلم باللي جواه. فانت ما استبعدش ان واحد يستغلك ويستدرجك لجزئيه توديك في السكه دي، فانا اتمنى ان هو يعني ينتقي، او على الاقل يتقال له خلي بالك ده صح، ده ايوه، ده لا، اعتبرها وصلت، ماشي طالما في المغرب اعتبرها وصلت، خلاص اوكي تمام. نروح لحساب كوره بلس، ويمكن هنا امر مختلف، امر ليه علاقه بالاهلي المونديالي، تصريح لمدرب امريكا السابق عن النادي الاهلي، واللي قال فيه اعرف الاهلي واتوقع ان ينافس في كاس العالم للانديه، ده جورج برهاتر المدير الفني لفريق شيكاغو الامريكي. بكام ده يا استاذ محمد الخبر ده لو انت حبيت تسوقه بره في شركات بي ار، يساوي لك كام؟ لا يساوي طبعا، يساوي كتير، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل الموضوع، قال لك الاهلي هيكون منافس جيد في المونديال. انت مجرد ذكر الاسم الاهلي المصري، خد بالك احنا هنا عشان موقع مصري منشور باسم النادي الاهلي فقط لا غير، انت بره هتلاقي يقول لك ايه الاهلي في ايجيبت، انت فاهمني، هتلاقي كلمه الاهلي المصري دي هي الاساس بالنسبه لك، ده يساوي كام بالنسبه لك كقوه ناعمه؟ ده الفكره اللي احنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات، لما قلت لك قبل ازمه الحكام كانت الصوره اللي متصدره عنك في الاعلام الرياضي بره ايه؟ النادي الاهلي، كاس العالم للانديه، القايمه الانتركونتيننتال، الاهلي بعت وفد،
نسخه كاس العالم هتيجي يوم 14 فبراير، انت عامل برنامج، دي الصوره كانت عليك، فجاه الصوره عليك تسريبات حكام. طيب اروح معاك لحساب فيتو على منصه اكس، والخبرين الجايين بقى اكيد هيبقوا فيهم تفاصيل هتعجبك. طيب اول حاجه فيتو على منصه اكس بتقول تفاصيل عقد رامي ربيعه الجديد مع الاهلي، وقالوا ان العقد هيكون لمده موسمين، وقالوا ان هيتم تقدير اللاعب ماليا باعتباره احد العناصر الاساسيه. تتفق ام تختلف ام ان المعلومات ليست بنفس بعيدا عن قيمه بعيد عن مده العقد، لان مده العقد لسه يعني الموضوع ما اتحسمش فنعرف نثبتها، لكن ده طبيعي. رامي ربيعه كابتن فريق، رامي ربيعه واحد من كباتن النادي الاهلي اللي هم حققوا انجازات يمكن في دوري ابطال افريقيا. رامي ربيعه واخد 6 ألقاب في انديه في مصر، مش في انديه، ما فيش ولا نادي في مصر خد الالقاب اللي خدها، فطبيعي ان الراجل طبقا لتاريخه ان انت تقدره ماليا، وده سيستم في النادي الاهلي على فكره. وعلى فكره يمكن النادي الاهلي كان عرف عنده دايم ان كابتن الفريق او اقدم لاعب عنده او اكبر لاعب، مش سنا، اكبر لاعب تحقيقا لانجازات البطولات، بيتم اعفائه من حاجات معينه ويتم وضع امور تقديريه ليه. فده خبر طبيعي، لكن انا المده الزمنيه يعني لسه ما اتحسمتش لان فيها كلام شويه. طب تعالى نروح لحساب الوطن سبورت على منصه اكس، واللي بيقولوا بيراميدز بيقدم عرض لحمزه علاء. تعالوا نشوف على الشاشه دلوقتي اهو، بيراميدز بيقدم عرض لحمزه علاء حارس الاهلي ب 10 مليون جنيه في الموسم، وقالوا ان الراتب لمده 4 مواسم مقابل التوقيع بشكل مجاني للنادي السماوي في يناير المقبل وانتقال الفريق بدايه الموسم المقبل. للاسف الخبر صح. للاسف اقول لك للاسف ليه؟ انت هنا كل ما بتحاول تصلح وتقول الامور تمشي بشكل جيد جدا، انا هنا بتكلم كصحفي. تمام. بمعلومة، انت عندك معلومه خبر. يتعرض عليه عرض زي ده، انت ما ينفعش ان انت تيجي دلوقتي بتكلم حتى لو من خلال وسيط، حتى لو من خلال وسيط. شوف انا بقول لك يعني مثلا تيجي لصاحب عبد الحكيم وتيجي تقول له عايزين نقعد مع حمزه علاء. ما ينفعش اللاعب لسه لحد يناير هو في فتره الحمايه، زي ما انا اول امبارح قلت الكلام ده على احمد مصطفى زيزو. احمد مصطفى زيزو لحد يناير ما ينفعش ولا نادي يتصل بيه او يكلمه عن اي حاجه، انت ما ينفعش تتكلم. وبيراميدز تحديدا في علاقتك بالنادي الاهلي انت المفروض تبقى حذر جدا 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 في التعامل، لان انت اللي بتحاول تصدر مشاكل. انت اللي بتحاول دايما تصدر. احنا لسه ما حلناش مشكله لجنه الانضباط والخناقه بتاعت الماتشات. انا مش متخيل انت بتتعامل كجهات بقى، كان اتحاد كوره او رابطه انديه او حتى جهات امنيه، ازاي بتنظيم ماتش الاهلي وبيراميدز بعد الاجواء المشتعله اللي كانت السنه اللي عدت اللي أكيد. انت تسببت فيها، انت بتحاول تزود حته الاحتقان بعد ما في جزء من المشكله صلح الشحات والشيء خلص، عايزين نلم شويه. رحت انت بقى تروح بقى الجزئيه، طب ما انت عندك 3 4 لعيبه اوت ما تنتهي، هل الاهلي يروح يتكلم معاهم؟ لا. طب ما انت عندك لاعب بيطالب كل يوم صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء مع الصلاه ان انا عايز امشي ابراهيم عادل، وعنده عروض موجوده بالفعل، هل النادي الاهلي يروح يتكلم معاه خالص ويعمل الكلام ده كله؟ لكن انت ده المفروض تلتزم بجزئيه ان اللاعب فتره حمايه، ما يجي شهر يناير حضرتك من حقك ده كده. انا عن نفسي ما اقدرش الومك. طبعا. ليه؟ انت دخلت عديت فتره الحمايه. اكيد يعني كانت معلومه مهمه جدا سمعناها دلوقتي من الاستاذ عبد الحكيم ابو علي. طب اختم